إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. في هذا الدرس يجب على التلميذ أن يتعرف على أعضاء الجهاز التنفسي وعلى مسلك الهواء. سأتعلم. أثناء الشهيق يدخل الهواء إلى الجسم ويخرج منه أثناء الزفير. ما هو المسلك الذي يسلكه الهواء أثناء هاتين العمليتين؟ في هذا الدرس سنتعرف على المسلك كما قلت وعلى الأعضاء التي تساهم في عملية التنفس. نبدأ مع النشاط الأول. أكتشف المقر الذي يدخل إليه الهواء أثناء الشهيق. تعرف على الحركة التنفسية الموافقة لكل شكل من الشكلين. الآن أنت وجالس في مكانك، قم بعملية الشهيق. عندما أقوم بعملية الشهيق سأقوم بإدخال الهواء إلى جسمي. هل هي تعبر عن الشكل الأول أم الشكل الثاني؟ هاي رحمة، تعبر عن الشكل الثاني. تعبر عن الشكل الثاني. إذن الشكل الثاني هو عملية لم أسمع. شهيق. عندما أدخل الهواء إلى جسمي يرتفع صدري ويسمى عملية الشهيق. الآن قم بعملية شهيق. أعد، أرجع الهواء أو أخرج الهواء. هل انخفض صدرك أم لا؟ لم أسمع. انخفض صدري، إذن هي عملية زفير. لم أسمع. زفير. عندما يدخل الهواء إلى صدري يرتفع وتسمى عملية شهيق، وعندما يخرج الهواء ينخفض صدري وتسمى عملية زفير. إذن هذا الشكل الأول والشكل الثاني هي عبارة عن الحركات التنفسية، أي أن جسمي يتحرك عندما يتنفس أو عندما أتنفس. ما هو عضو الجهاز التنفسي الذي يظهر على الصورة الإشعاعية؟ الصورة الإشعاعية هي أولا الصدر. ماذا يوجد داخل الصدر؟ آدم، يوجد الرئتين، رئة يمنى ورئة يسرى. إذن الإجابة هي العضو التنفسي الذي يظهر على الصورة الإشعاعية هو يا إما نقول الرئتين أو الرئة لأنه عضو. قارن بين الصورتين الإشعاعيتين، وذلك بنقل الصورة على الورقة الشفافة ومطابقتها على الصورة 2. الآن دون عمل الورقة الشفاف لأن الاختلاف واضح. في رأيكم الصورة الأولى أكبر أم الصورة الثانية أكبر؟ حجم الرئتين هل هو في الصورة الأولى أكبر أم في الصورة الثانية؟ نعيم، في الصورة الثانية. جاي صرف عليه. في الصورة الثانية حجم الرئتين أكبر من الصورة الثانية. لماذا؟ نقول نرجع إلى الشكل الثاني، إلى الوثيقة الأولى. الصدر يكون حجمه أكبر، هل في عملية الشهيق أم في الزفير؟ هيا أعد التنفس. حجم الصدر هل يكون كبيرا في الشهيق أم في الزفير؟ هيا برفع الأصابع. نور، في عملية الشهيق. جيد، في عملية الشهيق يكون حجم الصدر أكبر وحجم الرئتين أكبر. إذن الصورة الثانية ماذا تدل؟ هل هي عن الشهيق أم الزفير؟ الشهيق. والصورة الأولى؟
أميمة؟ الزفير. استنتج المقر الذي يدخل إليه الهواء أثناء الشهيق ويخرج منه أثناء الزفير. إلى الرئتين. إذن المقر الذي يدخل إليه الهواء هو الرئتين. ونقول إذن نعيد: أثناء الشهيق يدخل الهواء ويزداد حجم الرئتين مثل الصورة الثانية، وأثناء الزفير يخرج الهواء وينقص حجم الرئتين مثل الصورة الأولى. أمامي هذا الشكل، سأقوم بالتعيين عليه كل أو مسلك الهواء عند دخوله، أي عند عملية الشهيق. سنبدأ، هيا معي، قم بعملية شهيق هذا المسار. أول شيء سيدخل عبر المنخارين، ثم ذلك ينتقل، بعد ذلك إلى أين سيذهب؟ أولا دخل عبر المنخارين، بعد ذلك سيذهب في هذا الاتجاه، بعد ذلك عبر، قلنا عبر المنخارين، ثم يصل إلى هنا. ما اسم هذا الاسم؟ لا، قبل القصبة الهوائية، الرغام. بعد ذلك سيدخل إلى القصبة الهوائية في كلتا في الجهتين، الجهة اليسرى واليمنى. في الحالة الطبيعية عندما يكون الإنسان غير مريض سيذهب إلى اليسرى واليمنى في حالة طبيعية، فهمنا؟ أولا بدأ من المنخارين، هذه في عملية التنفس العادية عندما أدخل الهواء عبر المنخارين. بعد ذلك سيسلك هذا المسار ويصل إلى الرغامة، بعد ذلك إلى القصبة الهوائية، بعد ذلك إلى الرئة اليسرى واليمنى.